وكمان إنستغرام عم تستمر بتقديم إضافات جديدة لتسهل الأمور على صناع المحتوى ضمن منصتها. فأعلنت إنستغرام إنها عم تتطور خيار جديد ضمن أدوات تحرير الريلز، وهالخيار اسمه ميمز، يلي رح يتيح الوصول لمجموعة من الصور والاستكرات الهزلية الثابتة والمتحركة والمستخدمة بكثرة على الإنترنت لإضافة لمقاطع الريلز، خاصة وأن ثقافة الميمز بانتشار كبير، ولأنه من الضروري إنستغرام تواكب هالانتشار يلي سبقتها على منصة تيك توك. ومن جانب تاني، كتشجيع لصناع المحتوى على صناعة المحتوى الأصلي كاملاً ضمن المنصة نفسها، خيار ميمز لساته تحت التجربة ورح يوصل بشكل تدريجي لكل المستخدمين.